المدارس والمستشفيات والأطقم الطبية وفرق الإغاثة، فضلاً عن عمليات التهجير القسري التي نتج عنها انسياب الأزمة إلى دول الجوار، وما أنتجته سياسة القمع الممنهج من انتشار للتطرف والجماعات الإرهابية والميليشيات المتطرفة العابرة للحدود. يموت مئات السوريين يومياً من القصف الجوي والمدفعي والغازات السامة والقنابل العنقودية والتعذيب والجوع والبرد والغرق. ومن المحزن أن النسبة الأكبر من الضحايا هم من المدنيين وخاصة من النساء والأطفال. وتنعكس هذه الأحداث المروعة على الأمن الإقليمي والدولي، حيث تتنامى أزمة اللجوء في مختلف الدول العربية والغربية. ويشكل موضوع تجنيد الشباب من أوروبا وغيرها من الدول للقتال مع تنظيم داعش أحد أبرز مهددات الأمن الإقليمي والدولي، في حين يعيش الشعب السوري في حالة من البؤس والإحباط بعد فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات التي ترتكب بحقه. ولا يمكن معالجة التدهور الأوضاع الأمنية والانتهاكات الإنسانية المروعة بسوريا في معزل عن التطورات الإقليمية، حيث تتسم المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط بوجود تداخل كبير بين مفهومين الأمن الإقليمي والأمن الدولي. ويندلع التنافس الخارجي على سوريا التي تحولت إلى دولة فاشلة في ظل إصرار بشار الأسد وزمرته على البقاء في الحكم، رغم فقدانهم الشرعية والسيادة والسيطرة على الأرض، ولم يبقى لهم سوى الاعتماد على المحور الإيراني الروسي الذي آثر التدخل العسكري المباشر ضد قوى الثورة، معرضاً المنطقة برمتها لخطر اندلاع حروب مدمرة بين مختلف الدول. أيها السيدات والسادة، لقد شهدت السنوات الخمس الماضية تحولات مهمة على الأصعدة الأمنية والعسكرية، أبرزها انتقال الأهمية الاستراتيجية من المنظومات الإقليمية الرئيسية إلى مناطق مختلفة في معركة غير واضحة من حيث أبعادها الجغرافية ضمن معركة ضارية مع الإرهاب الذي حقق موطئ قدم له في الجمهوريات الفاشلة وأخذ يستهدف العواصم العربية والغربية ويلقي بالمزيد من شباب هذه الدول في أتون محرقة القرن الحادي والعشرين. وبات من الواضح أن بقاء النظم القمعية البائدة يشكل خطورة على منظومات الأمن العالمي نتيجة ارتكاز الفئات الحاكمة فيها على قواعد ضيقة من المؤسسات الأمنية والعسكرية لا إلى الشرعية والتأييد الشعبي. وبدلاً من التحلي بروح المسؤولية والمبادرة إلى معالجة هذه المهددات، بادرت بعض القوى الكبرى إلى توظيف هشاشة هذه الدول لتوسيع نفوذها، وعمدت إلى إذكاء التناقضات القائمة فيها لتأسيس مناطق نفوذ تحقق مصالحها الاستراتيجية دون النظر إلى مصالح الشعوب المتضررة. لذا فإننا ندرك أن حل الأزمة السورية يكمن في تحييد المؤثرات الخارجية المتمثلة في العمليات العدائية التي تقوم بها روسيا وإيران والميليشيات التابعة لها، ووقف القصف الذي تشنه المقاتلات الروسية على المناطق الآهلة بالسكان، ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، ومن ثم إطلاق عملية تحول سياسي تقوم على نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء، وذلك من خلال
إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية لا مكان فيها لبشار الأسد وزمرته الذين تلطخت أيديهم بالدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي السورية وصيانة مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية ووضع الإطار تنفيذي واضح للمحاسبة والعدالة الانتقالية. ومنذ تأسيسها كمظلة جامعة لقوى الثورة السورية في 10 كانون الأول عام 2015، اتخذت الهيئة العليا للمفاوضات قراراً استراتيجياً بالسير في العملية السياسية وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق الانتقال السياسي من خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. ولعلكم تلحظون التماسك الذي أصبحت تتمتع به المعارضة اليوم وقدرتها على العمل المشترك ضمن رؤية موحدة لمستقبل سوريا، إلا أن النظام وحلفائه لا زالوا غير مؤهلين لقبول الاستحقاقات الحتمية للعملية السياسية والتي من شأنها نقل البلاد من حالة الفوضى إلى مرحلة السلم المجتمعي، خاصة وإن الدولة القمعية والأمنية لا يمكن لها البقاء في ظل ظروف صحية ولا تستطيع التصالح مع المجتمع الذي بات أمنها منافياً لأمنه ومصالحها متناقضة مع مصالحه. وبصفتي منسقاً عاماً للهيئة فإنني أغتنم فرصة هذا المؤتمر السنوي المهم للتذكير بأن التهديدات الأمنية التي تشهدها بلادي وغيرها من دول المنطقة تحتم على المجتمع الدولي مواجهتها باستراتيجيات مستحدثة تتواءم وعظم التحولات، خاصة وإن بعض تفاعلاتها أصبحت تشكل مهددات للأمن الإقليمي والأمن الدولي. ولتحقيق ذلك فإنه يتعين تحضير البيئة الملائمة للتفاوض، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين وخاصة النساء والأطفال، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري وغيرها من الانتهاكات التي صنفتها الأمم المتحدة بأنها جرائم حرب. يدعونا ذلك للتأكيد على أن الوسيلة الأنجع للقضاء على تنظيم داعش وغير من الجماعات المتطرفة يبدأ من رحيل النظام السوري الذي ينتج الإرهاب ويتذرع به في الوقت نفسه كوسيلة لإطالة أمد بقائه في الحكم، كما تتطلب عملية مكافحة الإرهاب في سوريا إخراج آلاف المقاتلين الأجانب في التشكيلات الطائفية ومجموعات المرتزقة الذين تذكي بهم نيران التوتر الطائفي في المنطقة، وتزج بهم لمحاربة الشعب السوري وارتكاب الجرائم بحقه على أسس مذهبية مقيتة. أيها السيدات والسادة، يحمل انعقاد الدورة 52 لهذا المؤتمر السنوي بألمانيا معان مهمة لا بد من تأكيدها، وتتمثل في تذكيرنا بقدرة الشعوب الأوروبية على النهوض من كبوتها في النصف الأول من القرن العشرين، قد بحربين عالميتين كان لهما أسوأ الأثر على الأمن الدولي، علماً بأنها لم تحقق أسباب النهضة ورقي إلا بعد أن نفضت عنها أوزار النظم الشمولية الفاشية والنازية التي بثت روح الكراهية وارتكبت أسوأ ممارسات الظلم والتمييز، ولم يكن يتحقق النصر لقوى التحالف آنذاك إلا بعد أن نفضت عنهم
أوهام تغذية الدكتاتوريات والنظم الشمولية، وواجهت المخاطر التي كانت تهددها بقوة وحزم. أتحدث إليكم باسم شعب لا يزال يتمتع بروح التصميم والإرادة لنيل حريته رغم ما يتعرض له من الجرائم والانتهاكات، ويعبر عن الأمل الكامن في نفوس الملايين من النازحين والمشردين واللاجئين السوريين بالعودة إلى وطن حر آمن. وأنقل إليكم تطلعات أمة تنظر من تحت ركام بيوتها المهدمة إلى فجر نهضة جديدة لا مكان فيها للقمع والظلم والتمييز. والسلام عليكم.